مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن رفقة هذا الأب، هو أب لأربعة ديال البنيتات، هو المعيل ديال الأسرة ديالو، كان خدام هو لهذه الأسرة، ولكن للأسف بعد ما مرض يعني ما بقاش كيقدر أنه يوفر لبناته حتى شي حاجة، لا سكن لا معيشة لا والو. دابا حاليا هو مريض، محتاج اللي يعاونه باش يتعالج، ما لقاش اللي يعاونه باش يتعالج، محتاج العملية مستعجلة على الظهر، يدي حاليا مهرسة والعملية على الفتق وعلى الظهر، ومحتاج العملية أو القبس على يديه، مازال ما داروش، هو مهرس دابا مدة ومازال ما أي خليك يخليك يخليك أي حاجة خويا قولها لينا غير بالشفهيا. خلينا لكم الرقم ديالو، كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير أنكم تساعدوا هاد السيد. ما طالب والو، ما طالبش أنكم تعطيوه الفلوس، طالب غير العلاج، شي حد اللي يجي ويتكلف ويديه للكلينيك ويدير هاد العمليات كاملة اللي خاصينه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله لله. أخويا شنو المشكل اللي عندك وشنو أختي؟ عندي مشكل، عندي عملية ديال الظهر وعندي عملية ديال الفتق، وأنا مهرس في يدي وما كنقدر لا نخدم لا والو، عندي أربعة البنيتات وضاري في العربية رايبة ليا، وليداتي دابا ساكنين غير مع واحد النسيب، وحالتي راه كتشف فيها، هما خوتي المسلمين خوتي المحسنين يشوفوا من حالتي. أنا كنعيشها في بركة في الزنقة، ما قادر لا نخدم لا والو، كنطلب خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنين يشوفوا من حالي، يديروا لي عمليات، ما كنطلب لا فلوس لا والو، اللي يقدر يعاونوني بشي حاجه. الاسره ديالك؟ الاسره ديالي كاينين في العروبيه عند نسيب. العروبيه انت اللي كنت كتخدم وكتصيفط لهم؟ انا اللي كنت كنخدم وكنصيفط لهم، دابا راه كي الله سبحانه وتعالى. دابا حاليا ما خدام ما والو، جايه تقريبا شي 5 سنوات 6 سنوات هذه ما خدام. كيفاش عايشه 5 سنين ولا 6 سنين؟ كيعاونوني الناس هكا بحال وجهكم، كل واحد كيعطيني بركه مثلا، وننسى بشويه من هنا وشويه من هنا، والخوت والعائله وصف. ولكن دابا حاليا وليتي مريض، يعني عندك عده امراض دابا، عده امراض دابا. الدواء عندي قيامه ديال الدواء ما كناخذو ما والو، ما عنديش باش ناخذوها، السخانه راتها ليري، ما كلشي كتشوفوا فين جبتهم تشوفوا. اي خلي انت الاخر وشوفوا دابا هذاك الشيء كامل، لي سكانر والتحاليل درتيهم من 2021. لا غير واحد المحسن يديرهم لي، انا ما عنديش فين نديرهم، ما شاف داك الشيء بزاف عليه صافي ويفران، يعني هو اللي دار لي ليري بواحد 5500 درهم، دار لي سكانير، دار لي تصاور ديال الصدر وتحاليل ديال الدم شي 900 درهم وبزاف. المهم دابا حاليا شنو محتاج اسيدي؟ دابا اختي كنطلب انا من خوتنا المحسنين وخواتاتي المحسنات يشوفوا من حالي، انا راه ميت سم ومدمر، وليداتي مدمرين وانا مدمر، وليداتي ساكنين غير عند النساب، وما كاينش شي واحد اللي غيقدر يهز لك ولادك واحد المده طويله، واخا يكون نسابك واخا يكون والديك واخا يكون اخوتك واخا يكون ليك، حتى شي واحد ما يبقى يعقل عليك. انت تجمع مع وليداتك؟ بغيت نجمع مع وليداتي ونكون مع الاسره ديالي، ما كاين حتى شي واحد كيقدر يتفارق مع وليداتو، بغيت شي واحدين يكونوني، شي خوتنا محسنين يشوفوا من حالي يكونوني، وعندي داري في العروبيه رايبه ليا بهذا الزنزه اللي كان داز وهذا الشتا، ما عنديش باش نبنيها، ما عنديش استطاعه، وراني بقيت ميت تما اختي دابا. يعني بغيتي اللي شي حد يعاونك تصلح دارك؟ لا ضروري، الا كاين شي محسنين يقدروا يعاونوني، انا ما كنطلبش يعطيوني الفلوس انا ناخذها نديرها في جيبي، يعاونوني يشوفوا كل شيء بعينيه ما يعاونوني. انا اللي فهمت من نظرتك ان اللي بغيتي انه يعاونك يمشي هو بيديه. اي يمشيو بيديهم يشوفوا بعينيهم. بغيتي نمشيو نصور، بغيتي نصور لكم الدار في العروبيه ونصيفطها لكم، نصور لكم الدار في العروبيه ونصيفطها لكم من بعد، شوفوا من حال. المشكل اللي عندك في الدار شنو هو؟ الدار عندي عمود الفقري فيه واحد المشكل، فيه واحد العظومه خارجين من بلاصتهم، خصهم يرجعوا لبلاصتهم، خصهم العمليات باش يرجعوا لبلاصتهم. العمليات شحال دايرين؟ ما نقدرش شخصي نكذب عليك، غالي شويه، قال لي انا الطبيب قال لي غاليين هاد العمليات. ما عرفتش. عندك شلامون؟ عندك بقية صحية؟ كان عندي الراميد ولكن الراميد مابقاش مقبول دابا. يديك امتى تهرستو؟ علاش؟ يدي تهرست هادي تقريبا شي 15 يوم، مشيت خدمت واحد الجردة قلت زعما نديباني شوية تحت ما نسلو. حقاش ما كنقدرش رجليا دابا كنمشي بها، رجليا كنمشي بها بحال من الراس ديال الدرب. هاد الرجل هادي كتشل لي كاع من هاد الشكل ديال العمود الفقري كنولي كنلوحة. دابا اليد مهرسة ومازال شادة؟ مازال هاكوك، ها هو صبعي النيت هذا مهرس وباري لي على الخو، ما لقيت باش نعالجه، ها هو باري لي على الخو، هذا راه باري على الخو، ها يدي كانت من فوقها، ها ورقة ديال الطبيب أنا نجبدها لك، نجبدها تشوفيها. ماشي مشكلة. عندي ورقة ديال الطبيب، يلاه واحد السيد واحد المحسن هنا دار لي الراديوات وداك الشيء، ما عنديش باش ندير أختي. عملية على الفتق حتى هي خاصة؟ اه خصني عملية على الفتق، كضرني كثر من الظهر كاع بزاف. كتعطيني الحريق شي بلايص ما يمكنش ليا نقول لهم الله يجزيك. دابا هاد العمليات شحال خاصة تقريبا؟ ما عرفتش اختي بالضبط، ما عرفتش تقريبا. فين كتعالج؟ في ميريزبو ولا فين؟ لا كنت كنتعالج انا في الطبيب ديال الفلوس، انا غير السيد اللي دار لي هاد الشيء. يعني كان شي محسن اللي مكلف؟ محسن كان مكلف ليا بهاد الشيء هذا، هو اللي كان كيقول لي سير الطبيب فلاني سير الطبيب فلاني، هو كيخلص انا كنت كنمشي.
هو كيخلص الله يجازيه بخير، في الاخر منين شاف داكشي بزاف عليه وداكشي فرانا ما بقاش قال لي والو. يعني دابا تبغيتي شي محسن اللي داخل وخارج الوطن اللي يقدر انه يعالجك. يعالجني ويتعاونوا معايا الله يسهل امركم انتم الله يجعل ربي والمحسنين والله تعالى وتبارك يشوفهم من حالي اختي. الرقم ديال التليفون؟ الرقم ديال التليفون اختي 06 35 09 30 77. دابا العائله ديالك قلتي انت شحال ما شفتيهمش تقريبا؟ دابا بناتي راه تقريبا جاي العام ما شفتهمش، كنهضر معاهم في التليفون. ما عنديش باش نمشي اختي، ما عنديش باش نكونهم، ما كنقدرش نشوفهم، ما عنديش وجه باش نشوف حتى وليداتي. كنجلس هناك ما عنديش ماني، ما عنديش استطاعه باش ندخل عند هاد الوليدات اختي، ندخل ندخل لهم متى ما ياكلوا، ندخل لهم ما يلبسوا، ندخل لهم فهمت. وليدات كانوا عندي كيقراوا خرجوا من المدرسه كلهم، ما عندهمش باش يقراوا. ربع بهم خارجين من المدرسه؟ ربع لا، مازال جوج كبار ما بقاوش كيقراوا من شحال هادي، جوج دابا راهم خارجين من المدرسه حاليا. ما عنديش باش نكون هاد الوليدات، ساكن هنا مع النساب، دابا النساب ولاو كيجيبوا فيا بواحد الطريقة يعني لا يرثى لها، يعني كيجيبهم الله بحال أنا يعني ما قادرش على وليداتي ولا شي حاجة، أنا كنت كنخدم وليداتي وقادر على وليداتي. يعني كنت كتخدم كتصيفط لهم؟ كنت كنخدم الناس كاع كيعرفوني هنا كنخدم. مصاريف ديالهم كلشي. كنت كنصيفط المصاريف لوليداتي، مكون وليداتي، معيش وليداتي، نتقاتل مع الوقت، ملي جاني هاد العطا ما بقيتش كنخدم بات والو، جالس هنا بالليل وبالنهار، بعض المرات كنبقى نبكي وحق لا إله إلا الله، نعيط لك الدري هنا تسمعي بودن. كنبقى نبكي حتى كنبغي نتسطى، كيولي يبان ليا شي حالات الله يستر يا ربي ديال النصيحه، كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش كيجيني واحد الضيم ما نقدرش نشوف. دابا عيد الاضحى انت وليداتك؟ ما عنديش مشاريع دابا وقسما بالله الله يعطيني الشتيته وهاد العواش، المشاريع هما عندي وما نكسبو في الدار. واحد بنيتها كبيره شويه كانت قاتلت مع الوقت وكشي، شرات واحد الخريطه خلاتها عند جدها في هذا رمضان ويموت ليهم. بابا الحاله حالة الله. ها انت اجا اخويا باش تسمع بودي. انت اخويا شوف دار معنا على هذا السيد. سيدي انت وقف حداه ولا كنت وقف حداه؟ نعم. انت كتعرفوا هذا السيد مريض قلت لينا؟ اه مريض اختي هو داك الشيء، وما عنده دار خضر وظهر، وعندي كل شيء، وكينعش في الزنقه، وعندي وليداتو في البلاد، وما كاينش اللي كيشوف فيه اختي انه حق. بعد خطرات اللي كدعي الضروري قسمت قبل الله، والعواش اللي كنمشي حتى للدار ويجي ما ياكل من اللي من قدامي حلفت قبل الله قسما بالله. انا ناكل الخبز وماطيشه بحال الخبز كارم حتى هو كيجيبو مسكين وياكل، ولكن شي محسنين ولا كيجي الناس يشوفوا بحالو هو تيشوفوا انه مسكين شحال هادي كان بصحته وكان كان بخير وعلى خير. ودابا انت اختي هاد الشبر كي غادي تنعس فيه بناتي، حتى التريحه ما غينعس بحالك، ديما بنادم غادي يتشكر في اختي والله يدير شتا ويدير الخير. والله كل المحسنين اللي قادرين يعاونوا والله يعاونوا في هاد الحوايج وهذا الشيء، ولا شي بغا يشوفوا من حالو ربي راه كبير اختي. انا كنطلب من الله تعالى وداك الشيء يشوفوا في حاله اختي، راه والله العظيم لحنين لكريمه اختي. قسما راه من 88 هو انا، اجي من 88 راه 26 عام، شحال 36 عام واقيلا اللي جا مسكين كيدور معاه مول 100 مول 1000 فرنك، حنا كنتعاونوا معاه. دابا مده قلت لي 36 عام راه من 88. دابا 5 سنين ولا 6 سنين ما خدامش؟ ما خدامش، مريح اختي، مريح اختي. الناس كيشوفوا من حاله شويه شويه وصافي، هذا الشيء اللي خير والله يدير الشاوي ديال الخير وصافي. هكا شكرا. تقول للناس اللي قادرين انهم يساعدوك ويعاونوك؟ كنطلب من خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنات ما يعطوني لا فلوس لا والو، يشوفوا داك الشيء بعينيهم ديال داري رايبه وليداتي ساكنين مع نسابهم، ويديروا لي عمليات. عندي عمليه ديال الدار وعندي عمليه ديال الفتق، ويدي هي مهرسه والله، ما شريت لها لا دواء، ما درت لها لا قبص، ما درت لها حتى شي حاجه، ما عنديش باش. شوف ما كاين لا فلوس ولا يعاونوك. اي على صحتي انا ما كنطلب لا فلوس لا والو، كنطلب من خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنين يعاونوني غير على الصحه ديالي، باش نقدر نخدم ونقدر نكون وليداتي. وانتوما كتشوفوا انا كنعيش في برك، هذه هي البركه فين كنعس. انت تشوفي قبل كنعس مطوي على جوج وحق ليله، انا الجايه كنعس بحالكم. ها انت حلول ولا ما مريض ما قادرش نخدم. ما يعني كيف ما كتساعدوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، هذا اب الاربعه ديال البنات الاسره ديالو خلاهم في الباديه جاي باش انه يقلب على خدمه. دابا مده طويله هو هنايا في مدينه الدار البيضاء، مؤخرا 6 سنين تقريبا انه باش مرض، ما بقاش 6 سنين ما بقاش لا كيخدم لا والو، لدرجه دابا عاجز عن الحركه على العمل. النداء ديالو شي محسن انه يتكلف يدير العمليه على الدار، عنده عمليه على الفتق، اليد ديالو دابا 15 يوم باش هرسات، باقدر يمشي للسبيطار حتى شي حاجه، ما عنده لا مو، ما عنده تغطيه صحيه، ما عنده حتى شي حاجه.
عيد الاضحى دابا قرب ما كيفكرش كاع في الاضحيه، ثلاثه ما عندوش الامكانيات الماديه، ولا قال لنا واحد الجمله ديال وليت كنحشم نهضر مع عائلتي ولا نشوف ولادي ولا نشوف بناته عفوا ولا يمشي عندهم حيت ما عندوش ماديا. يعني كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير انكم تواصلوا معاه وتساعدوه. 06 35 09 37 77 الرقم هو 06 35 09 37 77 هذا هو الرقم اخويا. كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن. هذا السيد ما طالبش الفلوس، ما طالب حتى شي حاجه، طالب ناس اللي تكلفوا بالحاله ديالو، لا سواء شي حد يصلح له الدار ديالو ملي كاينه في الباديه، حيت قال لك من بعد من مور الزنزال كانت تري رابت، ولا شي حد اللي تكلف بالحاله الصحيه ديالو ويجي ويديه هو بيديه للكلينيك او لشي سبيطار ويديروا ليه العمليه. هذا هو النداء. وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، نتلقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.